الرضا احنا غلابة في الدنيا خلص الحنان والحب يهان دمعة عينينا ريبة دمعة عينينا ريبة يا دنيا والله عجيب دايما جيرة قلنا نصيب حالك يا دنيا ايه والله عجيب دايما جيرة قلنا نصيب ما لقينا فيكي ولا يوم حبيب طب ليه الأسوأ قولك ليه كده عاملة فينا كل ده يا حالي ليه كده عاملة فينا كل ده ولا شفنا يوم منك رضا ليه كسرة دايما نفسنا احنا بنرحب بيك واحنا عرفنا ان دي اول زياره ليك في مصر المطرب والممثل فهد الشامي الله يعزك اهلا بيك يعني حابين انه الجمهور المصري يتعرف عليك اكتر اهلا فيكم وبحيي كل اهلنا بمصر وبقول لهم صباح الخير انا فهد الشامي من سوريا من دمشق ربيت بحاره اسمها حاره نزار قباني وتغربت قعدت بتونس وعملت اكثر فني بتونس عملت البوم هنيك وانا فنيا يعني بتونس كلهم بيعرفوني الحمد لله وعندي جمهور مصري وان شاء الله بتمنى مصر كلها تسمعني يعني ان شاء الله انا عندي سؤال بس ما لحقتش اساله لك عشان دخلنا على الهوا على طول واحنا في الفاصل انا سالتك هتغني ايه فقلت لي حزين فقلت لك ليه قلت لي انا بحب كل شيء حزين إيه؟ ليه كده يا استاذ فهد لاني عشت حياتي حزين يمكن هلا مبسوط شوي انا من سنتين ثلاثه اني كونت نفسي وزبطت اموري العائليه وزبط شغلي وزبط كل شيء
ولا مر علينا ظروف صعبه كتير العشر سنين اللي مروا. اكيد طبعا كتير تعذبت فيه. اكيد طبعا. الالبوم الجديد في البوم بتحضر له هينزل المفروض خلاص يعني كمان كام يوم مش كده؟ ايه هلا عم حضر البوم جديد من الحان الملحن الاستاذ وليد منير. هو اللي ملحن كل الالبوم؟ ايه ملحن ست اغاني. اما زمن الطيبه الحان ميلاد ملكي تونسي وكلمات شاعر ايمن لطيف مصري. تمام. الالبوم ده اول البوم ليك ولا لسه ولا كان في البومز قبل كده؟ في البوم قبل منه اشتغلوا توانسه وجزائريين. والالبوم هذا اشتغلوا الجروب اللي انا معه يلي هو الملحن وليد منير، الكلمات استاذنا الكبير احمد شتا شاعر احمد شتا يلي كتب لجورج وسطوف 10 اغاني، كتب لورده، كتب لعمر دياب معروف طبعا احمد شتا طبعا اسم كبير. طب احنا لي الشرف يعني فيه طبعا. بس احنا عندنا اي حد سمع الاغنيه اللي حضرتك غنيتها من شويه في تقارب اصوات بينك وبين جورج وسوف كبير، فهل ده مثلا بيسبب لك مشكله ممكن تغني اغنيه الناس تفتكرها اغنيه جورج وسوف مثلا؟ يعني بيسبب لي مشكله شوي. كثير ناس بتقلي انت عم تقلد جورج. انا ما عم اقلد جورج. انا خاماتي قريبه لخامات جورج. انا حبيت امشي بمدرسه الوسوف يعني ما عندي طريق ثاني. خاماتي اجباري بدها تكون بهي المدرسه. وانا من اللي بيحبوا الاستاذ جورج ابو وديع الله يعافيه يا رب، بتمنى له الشفاء العاجل ربنا يشفيه. حبيت امشي بهالمدرسه لاني حبيت اعمل فن بمعنى الفن. لان الوسوف عامل فن خالد. تمام. ممكن اعجابك بيه واتباعك لمدرسته ده مؤثر عليه؟ مو اعجابي، العالم كله معجب فيه. طبعا يعني العالم كله معجب فيه طبعا. يلي صوته مثلي واللي صوته مو مثلي عم بيغني له طبعًا. اصلا يعني عرفتي انا بحبه. يعني انت بتعتبر نفسك ان انت محظوظ انه طبيعه خامه صوتك خدتك ناحيه جورج وسوف؟ مو قصه محظوظ. لا مو هيك. انت حزين قوي ليه بعد كده؟ لا احنا خلاص قلنا الحزن ودعناه من 3 سنين. انا ما بحب، انا ما بحب حدا يشبهني بالاستاذ جورج. هلا هو استاذنا وهو معلمنا وهو كل شيء. وبنفس الوقت انا ما بحب حدا يشبهني. بتحب ان انت تتفرج؟ انا لحد الان ما سجلت ولا غنية له كتسجيل يعني ونزلها، مشان جمهوره قاسي كثير يعني. جمهوره ما بحب حدا يقلده ولا يغني له يعني. اشتغلت كل شيء، اعمالي انا والحاني الي وكلماتي الي وكل شيء الي، عملت اغاني خاصه انا مشان امشي بطريق لوحدي. بس انا الي الشرف فيه طبعا. الغنيه انا حبيت اعمل مثله. انا متبع طريقه. بس هو باين حتى وانت بتتكلم باين طبقه صوتك ونبره صوتك ان دي خامتك. ايه فعلا يعني. ايه انا هي خامتي مش بتقلده. احنا بنقول بس ان انت لو متاثر بيه شويه بتلاقي نفسك شويه زي ما انت قلت بتتبع مدرسته. فده هياثر عليك في الغنى. مدرسته لانه مدرسه كبيره يعني. هو نحن المفروض هلا انا بالنسبه للي ماشي بمدرسته بعمل فن بمعنى الفن وغنيه بعد غنيه وكلمات صح ولحن صح. انا هون بكون ارشيف ارشيف لالي طبعا. بتسجل لالي يعني بيض وش بلدي. عرفتي كيف؟ والوطن العربي. بعمل شيء، بعمل بصمه يعني. طب الوطن العربي عايز يسمع اغنيه بقى تيجي اللي اشرب اشرب يا صاحبي. يلا 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 اشرب يا صاحبي يلا. اشرب يا صاحبي كاس العذاب، دع ننسى يا صاحبي غدر الأحباب. دع نشرب يا صاحبي كاس العذاب، دع ننسى يا صاحبي غدر الأحباب.
عذاب بالدنيا والآخرة وماشيين فيها بالعافية. في ناس قلوبها مش صافية وناس بإيديها تدوس، كن فينا بجد صالح كله بتاع مصالح، ولا حدش فينا عارف آخرة عمايلنا إيه. لو بيتظلم ويجرح والدنيا يا صاحبي مسرح، تلف بناس وتسرح كله عشان الجنيه. اشرب 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 يا صاحبي، اشرب يا صاحبي. البشر لازم يكون قلبك حجر، ما تقولش آسف بعتذر سيبك من السكة الخطر. عاوز تعيش وسط البشر لازم يكون قلبك حجر، ما تقولش آسف بعتذر سيبك من السكة الخطر. الأم تبكي على ابنها والدم سال على كتفها، ما لقتش حد يضمها الضمير يا بشر. جوايا جرح وألم لو كان جبل يتهد، بتقل الدنيا بخير لكن الأيام دي غير. جوايا جرح وألم لو كان جبل يتهد، بتقل الدنيا بخير لكن الأيام دي غير. اشرب 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 يا صاحبي، اشرب يا صاحبي، اشرب يا صاحبي، اشرب. تعال اشرب يا صاحبي كاس العذاب، تعال انسى يا صاحبي غدر الأحباب. تعال اشرب يا صاحبي كاس العذاب، تعال انسى يا صاحبي غدر الأحباب. تعال اشرب يا صاحبي كاس العذاب، تعال انسى يا صاحبي غدر الأحباب. شكرا. في طبقة حلوة، انا اكتشفت ان انا بحب اللون الشرقي ده قوي حقيقي اكتر. احنا متجهين برضو للحاجات الاوروبي والتكنو والاسبانيول والالحان اللي هي الاوروبيه اكتر، بس اللحن الشرقي ليه بس لو يبقى فريحي شويه. هذا اللي عم تحكي عليه انت، الالبوم الجاي اللي هتسمع الغربي هيبقى فيه فريحي اهم حاجه. هلا في عندي انا هلا بالبومي الجديد عامل شيء فرحي اللي هو انا كده ليه صح صح الجروب تبعي يعني ما حبوا يعملوا لي اغنيه صح صح لا سحر التقاطيع. طيب خلينا نتكلم عن التمثيل بقى، محطة التمثيل في حياتك. هل انت مثلت وشاركت في اعمال درامية او سينمائية؟ ايه طبعا، انا قبل المشاكل اللي صارت بسوريا كنت بشتغل بشركة الشام الدولية مع الاستاذ ايمن زيدان، بوجه له تحية. ضليت 10 سنين بالشركة، اشتغلت بمسلسل جميل وهنا بالكوميديا يعني. اشتغلت بمسلسل 6 نجوم، بمسلسل 7 نجوم. اشتغلت مع الاستاذ جمال سليمان، وجه له تحية، المحكوم. ايه كنت اشتغل بالتمثيل، ولكن المشاكل اللي صارت خلتني انه وقف اطلع من بلدي واتوجه للتلحين والغناء. يعني انت اساسا ممثل وتحولت الى الغناء؟ اوكي. الغناء بقى عشان تتحول من التمثيل للغناء، هل كان ده محتاج استعدادات معينه؟ يعني درست اصوات مثلا، ولا خلاص انت من الاول صوتك حلو بتغني؟ انا دارس موسيقى. من الاساس بغني مونولوج. كنا نكتب شيء للمسلسلات. كان الاستاذ هشام شربتجي المخرج، الاستاذ هشام شربتجي طبعا اكبر مخرج كوميدي بسوريا، هو اللي اشتغل الاعمال. ايه كان يطلب منا نكتب كلمات هيك مونولوج. بتكتبوا يعني حاجات؟ طب انت في اي مشاريع لاعمال مصريه في التمثيل بالتحديد ولا لا؟ ما في اعمال مصريه، اعمال سوريه. طب نفسك تشارك في اعمال مصريه، سينما مصريه؟ بتمنى بس، ولكن اذا كان سيناريو تمام
وفي انه يعمل لي بصمه الساحه الفنيه، اذا مو هيك ما بشتغل. لو احنا بنتكلم انت قلت ان انا الالبوم بتاعي معظمه باللغه المصريه. مصريه وانت سوري، ليه بقى اخترت اللهجه المصريه؟ يعني كل الفنانين والمطربين بيختاروا اللهجه المصريه في اغانيهم ومعظمهم، ليه انت قررت تعمل كده؟ هلا هي اللهجه المصريه ومصر بحد ذاتها من الدنيا هي باسبور سفر لاي فنان. اي فنان حابب ينجح يعني. مصر هوليوود الشرق يعني. مصر هوليوود الشرق طول عمرها في تاريخ السينما يعني، حتى من ايام الافلام الابيض واسود كانت بتستضيف كل يعني فنانين الوطن العربي ويعني دبتهم الثاني وطن. كانت وما زالت وهتظل. العالم العربي كلياته اصلا ربي على صحيح على اللهجة المصرية. صحيح. طب ايه رأيك يعني في ختام فقرتنا ويبقى مع بطاقة التعارف مع الجمهور المصري نسمع بقى اغنية من الالبوم الجديد وهي سحر التقطيع؟ سحر التقطيع نسمعها مع بعض. من الحان الاستاذ وليد منير. اوكي. وشاعر الكبير احمد شتا. اوكي. التوزيع؟ توزيع استوديو مدحت صالح. طب هايل، يلا بينا. فنان مدحت صالح. يلا بينا. يلا بينا.